عبير سعدي وكيل تاني نقابة الصحفيين. يعني كانت لحظة حاسمة في الحقيقة، يعني بعد الموقف للأسف المخزي اللي خده دكتور محي الدين تتاوي ضد زميلتنا الصحفية المصرية وتوطؤه مع النظام السوداني ومع أجهزة الأمن اللي أرادت أنها تلفق لها باتهامات، لم يكن هناك يعني أي بد من أن احنا نجمد العلاقات مع اتحاد الصحفيين السودانيين. هذا المطلب جاءنا عدد كبير من التوقعات من الصحفيين والهتافات التي أكدت ذلك، لأنه كان يقدم زميلتنا لقمة سائغة أمام جهات التحقيق وجهات القضائية، رغم أنه هو في حديث تليفوني كان بيتحدث أنه مسألة أنها تصور أو يعني كان يقرأ من أوراق التحقيق التي ترفق. أنا في الحقيقة أشعر بالشفقة والتعاطف الشديد مع زملائي الصحفيين الذين أسمع عن إغلاق صحفهم والذين أسمع عن اعتقالهم ومنعهم من الكتابة، كنت أسمع إلى ذلك. كنت أعلم أن اتحاد الصحفيين يضم بعض الرقباء وبعض غير ممارسين مهنة الصحافة، لكن الموقف الذي مس زميلتنا هو أهدر حقوق الصحفيين السودانيين، والآن يريد أن يهدر حقوق زملائنا. احنا بنقول له يا دكتور تتاوي اذا كنت تريد، وخليني استخدم تعبيرات لطيف، ان تجامل النظام وفعلت ذلك على حساب صحفيينك، فانت لا تستطيع ان تفعله على حساب صحفيينك، صحفيين المصريين. انت شخص غير مرحب به مرة اخرى في هذه النقابة.